عاملين ايه؟ وده الجزء الثاني. وشباب دول بعدوا عني جدا. وانا كمان بحبك يا سبايدر مان. يلا ابني احنا لازم ندمره بسرعه. تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. وحش جدا ده جاز يا شباب. عارفين النار دي هي دي بقى الجاز. شالت سبايدر مان مات سبايدر مان مات نوعا ما مش مات قصدي ان سبايدر مان اتخرشم. سبايدر مان اتخرشم. ار بي جي اسطورة. لا دول بيقولوا له كمان يا أليكسا. بيو ياوي دول كتير موت يا جدعان. بصوا الولع عامل تاتو. سبايدر مان اتخرش. اضرب طب اوريك ازاي عملت حركات الاسطوريه دي. بس كده خد يا ولد. خلاص خلصت. وانا لازم انقذه. يا لهوي يا جدعان وده بدل ما يصد يسيبه يمشي. اصحى يا عيني صعب عليا هعيط. عاوز ابدله بواحد جديد. ده احنا هنموتك. اديله واحدة بوم. احسن يا كلب. انت مايلز كهربائي. بيو
خلاص خلاص يلا يا عم سيبني. او اه والله احترم النفس شريكي يعيش. ها ها اه لا وربي ما انا حسيبك. تعالى لي وربي ما راح اسيبك. خد بيو اه انا برضو قصير وعمري صغير. يلا يلا بسرعة. ايوه اه كل دي ضربة الله يخرب. واحد ابوك امسك وقالها هبهدلك. اي اه طالما هو شاط سبايدر مان كده امال لو شاط الكرة هتعمل هيحصل ايه؟ يلا لوشن يا ابني انا لمستك. ايوه قوي غصب عنك. ايوه بكتير. شايف ان انا اقوى منك بكتير. يلا 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 يا عم ما الحقش كل دي ضربة. طب لو شفت الكرة هيحصل ايه؟ هتفرقع. ها اه ايه بقى يس لا لا ده حديدي ده عمره ما هيتقص. اه طب وربي ما خد مش عايز ترجع هناك. الضربة القاضية على يلا يا شباب الجزء اللي مش عارف كام هيجيلكوا قريب. سلام.